الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر لي باب البغات بلويسي وعلى الشيخ رحمه الله تعالى قتال المسلمين مسلمين ذا دقال الكود يلا دقال الكود ثلاثة طواع وصدح نوع البغات مقووا بغاد والخوارج ولا نوا خوارج وقطاع طريق كو نوا شدقويو أمر الشيف فيقاتل الأول كهروا للدريري مقبلا حال يهيسق وصاقا بالسن غير مدبر أندبت شيدين وكذا الثاني كاللوادنا والمدين قاتلنا هدو إن لده قال لمو أو أما خرج عن قبضتنا يعني كوين دينا وكبحو ولا يذفف على جريحهم كودا جريحا هيدا وعنا لإسراعين ما أيوه شيخ السيدي أينو دي كتاب قال إنه يقابك على شباب والنظائر أيو الصعداء أي أرقان ضابط بو إنه سيو عري قتال المسلمين المسلمين دا دقال الكود دقال الكادات كالمسلمين دا دحمرة إيه مشروع آهي بنانين ثلاثة دواع واصدح نوع كوحي البغات بغاد بالي هذا هو كوحدة دي إمامي المسلمين دي هكور يمي أما دي كوحدة بغي يحد قدم كي يقر دردع كوح قرار مسلمين كوصة بيسي كوح سوى مد والخوارج قولا نوا قولا خوارج اللي إله هذا وقولا مركا عدي دم بوين كل عدا قال يسي سوى إلى علماته كما عدنا أن لا تكنن سيدا قول يا أنيمك مرقى تكبيرك الله إلى هذاك له إذا المسلمين دا وذا قال يسين ريا إيه أن كما عدا لا تكنن إيه وحي قورعان أن عنين وكوا صكره وقطاع طريق يكوى قطاع طريق الى هذا ايه وشد غويدا ايه دتك وقال ايه شدك انا يحورك قاتان اما اي لايان اما لين يحور يسبودران اما عبسين يسبودران اما يعني عبسين يوم ايه اود بس كان يستعون ايه صدق ذا قلوا إياك دقال كذا المسلمين دي الله رد الرع مرعون فيقاتل الأول الفريق الأول فريقا يكوح ذن هوري ولا رد الرعيا هو بغادا مقبلا غير مدبر مركا ويهي متسوك شهدوين رد الرعيا مركو دبت شهدية مايا أرد على إني واحد كورة هي لدير الكودة وإنه إمامك مسلمين داي كوحدة ودير قب أقول له آمنة لقبدا ناسحة أو ويدية بل وحي كعبنا إيان وحي إمامك قد دي ويدية حديد أي ظلم الشيكتان أما شوائي شيكتان وكسولين وقال لي مرقى دي علي كهرتي بواك ابن عباس صدري اي لي محاكوا اي ستان مركي سي معاوية يشير ذاك القرآن ايين ايو دي امير المؤمنين انو يهي معاوية دي ديو لهرتو دي تا اسلامان اقلو كل ما اقليني بل هرتو دي علي معاوية وحي كوه الشيانة مالا بداك وضعك بشيانة نقرو امير كيني قد يهرتو نفدي سي وعلى ذين أمير المؤمنين كي مقتلة دي هدان أمير المؤمنين هاي أمير الكافرين بين هذه
مدة لبعد وعيلة نقود قال لهم يا عدة قفالاً ما أيوه دي هذه مسلمين معولة دي مدير يسدي كلا دي مود أبو قفاش أو أدون صدو هلك أو مريو مدة لبعد حق الرجال في كتاب الله يبينه إلى كتاب كيسيم ريمر كحاكم مقدية فالكبر أبو نصد حضار المعضبة هدان إلهي كتاب كيسا مركا إذي كتو السيوه وها مركا عدينا يما كان نقول إسار دهابا إلهدين وعلي واطن هرئي الذين أمير المؤمنين مكتلين نبي محمد مالدي سلح الحديبية اللي صحيحي ميانو أرنين ونقرين ووحي أي كوشي أن محمد رسولك إلهي يرهن بكي ميانو أرنين رسولك إلهي مكو مقر السنين وكرمان أندري أدان كوك السنة محمد بن عبد الله النقر أولي أما علي بن مسعور باكي قرية ولتري تري وعي يسوق عندي سكوتري تاسمين أي شيء وين شرتي مكان تاسمين يكب عليها ترى الذي هي نقود قال الله ويا هدر قفارا ما يرى عائشة حق كسوت شدة نيك قفارا يا أدم كان ديانا يو هذا ترى هذا والله قفارا يا أدم بالله كان ديانا يا أيضا أم المؤمنين القرآن هو شيء يو هذا تاس ويسان هو قالوا ويسان هذا ترى هذا أم المؤمنين ما هرب نفس القرآن بكو قالوا ويسان تاسنا ما يكبر هذا بين هذين وعين تنقل حق الرجال في كتاب الله قرآن كان وعين وشاقي بكيله أما حمام ير وحرمك اللي قد لي إن لو صار يا حكم لبا حكم لبا قبع عدلين قيمة هذا صار حكمية ما بكيلة مدن مركة على كتاب قرآن شاقين لبا قبع لنا عدال لو صار مساء لبن يودرك المسلمين تأدي جودة كان بتبادل أيام مدن ما لما ذا مسويت كان بتبادل أيام مدن بيلي كان مكبر حدا من هابي نادي إن بدن أو كم من مركزي صار نقطة إن دي دي ده ساقو أتكي ستاير أساس كل ده يلا وكل أي مركز قوة وحلا قردة يلا ويا في يقاتل قاعدة هراء مقبلا نسقو قابل سو ده يلا كتير غير مدبر مرهدو دبتش شديو أو عرره oo aanu markaa xeelad iyo koox kale ku biiridahayn yaani laga daba tagi maayo la dirin maayo wakada sari wakada fariiqu sari fariiq ay kooxda labaad ee khawaarijta ayagana waa la dirinaya in qaatarna fariiqas hadduu la dagaalamo in qaatala al fariiquna naas waa mafcuul faa'il kale waa go'e in qaatala fariiqasi na hadduu inaga la dagaalamo أو خرج عن قبضتنا أما هذو ينقى هوس بحو أو ده مركا حون قار يا مامل قار السوى يسخ ورجع سوال رد على الله هدي كلا رد على الله بماي هذا يدي بتوه بدل تو يدي أو مدي مسلمين ده كنا جيي أنا تقوى الله قبل مركا سوى ولا تشوتشين لكن أنتم مركا وحد إسكف قردون يهي ولا إسكدين ولا يذفف على جريحهم كذا لا وعمي لا وعتري مايو قال يا حربيين ده يا مرتدين ده يا وحبنان كود لا وعاين لا داو عدلو لكن كون ولا يذهب على جريحين خبرك يا علي يا سعيد بن منصور يا بهقي يا وريني الله لا يطوع مدبره ولا يذهب على جريحين لا يسرعين ما يقول على غسي شري ما يقول وحشاق من رحمه الله تعالى فإذا انقضت الحرب ده قال لك أبو غاد مرغو قوه رد عليهم وحلوعين الماء وكذا منهم حين لقى قاضي وأخذ منهم وحنا لا قادم ما أخذوا منا وحي لا قادين ولا يجب من واجب يضمان ما أتلفوه وحي أيدين مجنوس لضرورة القتال دجالك ضرورة يسيا بيس الدراديم ويشترط على شرط في ذلك أن يكون لهم تأويل وشوكة إن يوحي أولا يعني أول ليهم وإلا هديك لفهم يك قطاع طريقي هو تدقوا يدا كلمة لمديهم وعشاء يقول لي فإذا انقضت الحرب دقال كي مرقى كوا بغادة يد خوارتها إنه لدي لينين لدي لليبا مرقى ودقال كي نبتو ذا لقاء من نقضو رد عليه ما وفيده منه وحي لقاء قادي واللعلين وحي هبئي لقاء فرطي يعلان واللعلين يلانا استعمالي ما
ilaa waa dad muslimiin oo taladun baa la ogolaysiinayay waa wakhida minhum waxaa laga qaadi ma akhaduu minna innaga wixii ay naga qaateen inaga furteenna waa laga qaadi oo cidii lahayd baa loo celin walaa yajibu mana waajiba iyo damaanu ma atlafuuhu wixii ay dileen ee naf iyo maala isagana magdhowgii ma waajibayo ay u dileen lidaruurati alqitaali dagaalka daruuradiisa iyo laga maarmaankiisa yacnii xilligaynu dagaalamaynay ee aynu degowda isku haynay wixii dagaalka daruuradiisa ay u dileen ee naf iyo xoolaaba laga magdhigmayo sidii waxaynu innagu daruurat alqitaal aynu uga dilay naf iyo maalma aan loogu magdhabaynin yacnii arrintaa waxaa haddii aanay markaa dee dagaal waxaan ahayn meel aan iyadoo dagaalkii lagu jirin ay ku dileen ama daruuratu alqitaal haddii aanay ahayn iyagoo dee dagaalkii ka baxayba wixii laga dilay ama ay dileen dee kaasi waa madmuun isagu wayushtaradu fii dalika waxaa loo shardiyaa xukunka buqaada iyo khawaarijta dagaalkooda an yakuuna lahum ta'wiilun waxay awilanayaan fasiranayaan u cuskanayaan bixiddan iyo koorimaanti imaamka weynu jiraa wa shawkatun shawka iyo quwa iyo awood waa inay leeyihiinoo dee cid horjooga ah waa inay leeyihiin ay taladiisa qaadanayaan imaamayuu ahaanine wa ilaa haddii kale intaasi aanay jirin wax ay awilanayaan aanay jirin wax shawkiya awoodi aanay jirin fahumka qutaacu tariiq waa kuwa markaa jidgooyada ah ayuunbay markaa la mid yihiinoo dee kuwaa jidgooyadaana isagaa sheekhu inoo sheegi doonaa wa yutbacu waa la raaci qutaacu tariiqi kuwii jidgooyada ahaa xataa yatafaraquu intay kala tegayaan walaa yudafafu calaa jariixihim koodii la dhaawacayna la israacin maayo wuxuu sheekhu uhi wayutbacu waa la raaci qutaacu tariiq kuwii jidgooya dagaal baa lagu raacayo waa lala dagaalami xataa yatafaraquu intay kala tegayaan walaa yudafafu calaa jariixihim koodii markaa dhaawacmayna isagana la israacin maayo oo la dhaawac dili maayo kitaabu siyari siirooyinkii ayuu kitaab yahay siyar hadda waxaa laga wadaa axkaamdii jihaadka iyo dagaalka ee laga qaatay siiradii nebiga sal allahu alayhi wasallam dagaaladiisa kutubta qaarkood kitaabu siyar unbay yidhaahdaan markaasay jihaadkii oo dhan ay soo hoos geliyaan qaarna qitaalu lmushrikiin sida tarmiyah oo kale aynu ku arkaynay mushrikiinta dagaalkoodii laakiin isagu kitaabu ljihaad gaar buu inooga dhigayoo kaasi waa xukunkii jihaadka halkana waa axkaamdii jihaadku markaas uu lahaaye sirooyinkiisa markaa nebiga sala allahu alayhi wasallam khasawaadkiisa laga soo qaatay wuxuu yidhi sheekhu maa akhadahu xarbiyun gaal xarbii wixii uu ka qaatay min macsuumin mid dhowrsoonoo ilaashan yastarjicu maalikuhu maalikiisi waa soo ceshanayaa waalmaakuudu min ahli lxarbi ahlu xarbi wixii laga qaatay qahran looga qaatay aw sariiqatan looga qaatay aw wujida ka luqata ama baadi oo kale loo helay haniimatu waya tukhamasu shan qaybood loo qaybiya ilaa salaba furka mooyaane ofalil qaatili furka waxaa yeelanaya kii qaatilka ahaa wuxuu ihi sheekhu maa akhadahu waxa uu qaatay xarbiyun min macsuumin gaalkii xarbigeen dagaalamayni mid macsuuma wuxuu ka qaatay dee waa qofkii muslimka ahaa qofkii dibiga ama mustaamanka ahaye innaga inala degana inala joogay wuxuu gaal xarbiya oo dagaalamayna ka qaatay yastarjicu maalikuhu maalikiisii lahaa waa soo ceshanayaa marka qaniimadan lasoo qabsay mise gaalada laga soo qabsay uu ka mid noqdo
مالقي لها با سوع الشن أيام إقايم تقار إن دان غريب الغسي يكذب هدو عيد قيمتي صدعا والله قب صدنا دي قيمتا مركا مركا لقع الشدو إمامك مسلمين تا مركا دي بدل كذا بيت المال هكسي لأي هدي أنا واحد قالوا لسياجري قيمتي بدي بلو علنية وعقلوا شا يقولوا والمأخوذ من أهل الحرب قال ده الحرب يعني ده قال ما ينك قال ده وحي لقى قاتي قهر انقسم لقى قاتي حب لقى قاضي أو سرقة لقى قاتي توجو أو وجد أمدول قادة لقى لك الوقت ده تسي بعد يوكره قريمة توي لكن قف جا قهر يا وقادة يا أما سرقة ده وقى قادر يا أما سيد بعد يوكره وينو قف أن أمان كوكلي هاي بيلا علبه يقوم بغادي أمحوك أمسك لكم قري وإنو يحي وحي ليه المرهة دو دارتو دي قري نبدي سيء وكود دقي دي منزلة القتال أيه لم يطعي لكن أيه وقال دي كسود ويهي وفيس كسيهي وكودشيهي وأقل كسيهي وكبيلين أيه إلى ترى هذا مركب ومحاربين ودي ترى وحنا لا نقارب وانك وحي الله يني أمو وحي أنك وانك قاضنا إياه تحس وحدين ثم نيسي معه وانا وحي راح قال داما إياه كميته يربا وحل يقول لي قار قل وين مريو هل كانوا شوغانو سوبر ماركت يضا حدا يضر كيسا هل كانوا دريشان يا يوحو لا يا مركب وقريمو هذا هو ما قاعد تشيي ee isagoo balan balay dejiyay baasboorkoodii siiyay dhulkoodii dejiyay saa u galay ayuu markaa tan u dabaqaya isku ma dabaqmaya waxay hayd wanaagaaga iyo yaani islaamka inaad wanaagiisa qiimeysa aad muujiso dadkaas ku islaaman bay hay laakiin inaad midan salaan ku dabaqbay inaad markaa meesha la tagto ma xaqabanaya ma mar qariimatu way tukhamasu oo markaa shandii qaybood ee qaniimada loo qaybin jiray loo qaybinayo ila salab de furka mooyaan wixii furaysayna falil qaatil furka isaga qaatilka kii dilay ayaa yelanayse waxaynu ku soo maray qasmil ganimati wal faybin ku soo maray wayajuzu al aklu wa habananin laga cuno min taamaha ganimada taamkeedii bidaaril harbi in laga cuno bilaa damaanay ayadoo lama gdhabaynin فإن وضر منه أدو كسور ليرادة بعد الوصول لعمران إن دي عمران غيرها لقاري فإن وضر منه بعد الوصول لعمران غيرها يعني نلكي لدقرايا أن أيضا أهين شيء أدو كسور ليرد إلى الغريمة غنيمة دي أيال لو علين أيال وعلى شيخ ويجوز وحبنام عدي وقعد إياد قالك كقيب الشيء أنا كل من طعامها غريمة الرهاشين كذين وحكمنا رهاشين كعامك إلا سو غريمة يسي بدار الحرب إنو كقعنا إيا إنت دي الله سو صعدبا قال دي حولي لك سو غريمة يسي دي هدي تمني كجر دي هدي رهاشين بسيني كجر تقف هو كعنا كرغا إلا مباهبة تالي حديثي صحيح أبا وحها ما ندي خيب الرسول كإلهي وحن هل نشرقي سراشل فكان كل واحد منا يأخذ من قدر كفايته إن كفرا يعني وحا أبا هاي عريا أيوك قادري ويباهي أيا الله قبع هداو عن بلا ضمارنا أيضا لما قدب إننو وحا أد إلى غريمة يحولهم لصوغة ومسلمين تن ماشا ديالك قيب الشيبة عوض عليه أربعة وخماس كي خمس نديال وخمس كيبة عليه وحبا مركا مقدم الميسور هشكا يرات كعنطي مقدم الميسي لكن عرف فإن فضل منه هدو وحا أد غادتي أد عني دو غادتي وكسور ديرا بعد الوصول لعمران غيرها اندي قاريد دباديد مال عميلان ولا دقيقة دار الحرب يجي أنا هين ولو مال أهل الذمة دادا ينمر خاجزيقا دا يدقيقا ما أتسوق قادي أما دار دي مسلمين دا ما أتسوق قادي دي شيء هدو وحكا صور دارده رد إلى الغنيمة
waxa loo celinaya qariimadii masalan de dhowr kilo iyo timir baad soo qaadatay indiya dhexda ku soo cunaysay baa de kilo iyo laba soo hareen dhulkii muslimiinta ayaa timiye daru islaamkii ama de meel ehrudii meeba joogan baa timi waad ku celinaysaa markaa oo xaq uma lihid mar hadda inta aad daarul xarbiga joogto iyo intaad soo socoto ma lagu ogolayn wax ka cuntay mar haddaad daarul islaamkii aad timi ama meeshii islaamka timi wixii haray waa inaad celisaa bal hadda u fiirsada halkaa walaalayaal waxaa dadka muslimiinta ka wada dhexeeya ee ay wada leeyihiin oo weliba dee dadkaa meesha dagaalka ka qayb galay un ay wada lahaayeen oo qaniimo ah ayaa waxaa lagu leeyahay sharcigeennii inta aad halkaa joogta amaa soo socoto wixii inaad ka cunto waa ku bannaantay marse haddaad soo gaadho dhulkii muslimiinta waxba hadda hor lana ka cunimaysid wixii horeed qaadatay haddaad wax kaysara waynaad celisaa bal sida loo ilaalinayo dadka muslimiinta hantida ka wada dhexaysaday sita fardiga iyo qofka ka badan baa loo ilaalinayaa waayo qof wuxuu leeyahay dee wuu kaa saamixi karaa waa lagaa bixin karaa laakiin waxaa muslimiinta oo dhan ka wada dhexeeya qaadashadeedu dhibteeday leedahay dagaalka khaybara si xadiidka saxiixi tilmaamayay nabigu sallallahu calayhi wasalam waxaa dhacday inay saxaabadii sheegeen fulaanu shahiid fulaanu shahiid fulaanu shahiid hebelle wuu shahiiday hebelle wuu shahiiday hebelle wuu shahiiday bay yidhaahdeen nin bay dabeetana sheegeen nabigu war ka daayay buu yidhi inii ra'aytuhu fi nnaari warikaa naartaan ku arkay ka daayay buu hadda waa nin jihaadkii iyo dagaalkii ku dhintay uu nabigu sheegay sallallahu calayhi wasalam wax kasta in lagu dhaafo ayaa wuxuu yidhi ka daayay ninkaa naar baan ku arkay fii burdatin aw cabaa'atin ghallaha muxuu ku mutay naarta buste ama mara yaroo haylhaylan hariiryaleh oo ghaniimada ka tirsanayd buu gaar u qaatuu khiyaameeyey isagoo maradaa khiyaameeyo gaar u haysta buu ku dhintay jihaadkiisii oo dhammi halkaasuu ku buray naarna wuu ku mutay warbalu fiirsada maanta innaga wixii dadka muslimiinta ka dhexeeyey hadday dhul iyo danguu tahay hadday guryihii tahay hadday lacagtii tahay hadday gawaadhidii tahay waynu iska xalaashannay wixii xalaal iyo xaaraan la odhan jiray waynu iska laabnay maanta sidee xoolo lagu helaa un baynu u babxanay hadduu taajir yahay hadduu siyaasi yahay hadduu mid kale yahay sidee xoolo lagu helaa un baynu maanta u tafacay sidee guryo lagu dhistaa see fooqyo lagu dhistaa ma xalaal baa mise waa xaaraan dhisma weydiinin nin baa waxaa la yidhi mas-uuliyiinta ka mid aha baa la yidhi war shaqo wanaagsan baad haysatay maxaad ku falaysaa xilka dowladda wuxuu yidhi siyaasad un baa jirta boqol kun oo isku xidhan meel laga helo boqol kun oo isku xidhan ood saas unu dhufato dabeetan khasrada ku ridato siyaasad un baa laga helaa buu ma xalaal baa lagu helaya mise waa xaaran isma weydiinin waar mare yaro haylhaylan baa naar lagu galay boqol kun ma lagu badbaadayaa war blog iyo ma lagu badbaadayaa war guryo ingiriiska tegay ee dowladdii kacaanku ka xishootay ee la wada xaraashee la wada iibsaday ma lagu badbaadayaa war taajirka ilaahay lacagta siiyey ee dhulkii boobay ee kuwaa boobaya ka iibsaday ma ku badbaadayaa war intaa nooshihiin ee aan qabri laydin gelinin ee aan mara yaroo cad laydinkaga xidhin war taajirow iska celi ummadda waxaad ka qaadatay war siyaasiya uu iska celi war nin walowba ummaddaa wixii aad ka qaatay iskaga soo celi haddii kale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay maalinta qiyaamaha adigoo tunka ku sida inaad iman doonto nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka muslimiinta waxay leeyihiin qofka dulmiya gaar u qaata maalinta qiyaamaha wuxuu iman doonaa isagoo wax xambaarsan berigaa hore dee awr baa jiray waxaa iman doona mid oonan aqoonsanaynin awr ololaya tunka ku sitaa mid sac markaa ciyaya sita mid lax markaa ciyaysa sita waa mid shacabka kua dhowr bolo ka sitaa iman doona mid markaa dhulka kale ee la wada qorsheeyey tunka in badan ku sitaa iman doona mid fooqiyo dhan tunka ku sitaa iman doona war maalinta qiyaamaha intaana idin la gaaray intaan qabri yar laydin gelin war qof walowba ummadda waxaad ka qaatay ka socda war way isognahay oo dadka waa la boobay oo waa la boobayaa maalintaas socota
ولاي كعبسو إلهي كعبسو مريار بايدك اللي يكغ حليا وحكا عنيسان ووحير وار أمدا هنتي ذي ذو سعليا ودول كذا بابا سما بحي وحلوكو قبل لها وكاوا لنا ميريسان يو وحي لغو حرين لها وأغو مها ميلي قلان لا يدر بجيف وحي وحلوكو قبل لها guriyey fogey dadar ba ka dhigsatay walle ku wa gelinaysan xaasadkii uga ka gelinaysan walle waydan walle waan ka faa'iidin ayagu ma idin ku daweyno xanuun iyo balaay ilaahay ku salidi doona sida in badan ba ku dhacday marka faa'iid wadara minu badal wusul li imraani gairaha shayun rudda ila alghanimati ghanimada ayaa loo celinaya way xarum waxa haaran abu rishaqo ar insirafu an safi صفقي إن لقب حدقالك إن قاومناهم هذه قالت أن مقاومين كرهن وأين المركان يدير لما لا بكين تكبضنين وأين وطادين مقاومين كرهن أيهين إن صفقي لقب حا وأمدان بنارين إلا متعرفا لقتال مد دقال وحي على دي سرية مويانة أو متعيزا إلى فئة أما مد كوح كالير كبيرة يمويانة وعشاق ويحرموا حق حرانا عدي جهاد يدقال هكو لازمتين الانصراف عن الصف إنو قبو كبو حصفكي صفكي دقال قالوا كل شيء إنو كبو حوا حران إن قاومناهم واحدية أينو قالوا إنو مقاومين كرينو وإنو ستو وقبن كرينو أيتهي ومثلا ديال لبن لاب كين أنا كبدنين فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ إلهي بقى إني بقول الصبر يا دين كم دين لا بقول إيه كقارب نقول معنا بقول كين ولا بقول هو صوت هو قبطان لكن ده هدا إلا بالله أبو يصدق يا أفر شر نقول صلى الله ما ده قف هو كبح كرا لكن قال إن مقاومين كرا إن هدا يهين إذا لقيتم فئة فاثبتوا سقم بإلهي ومن يوليهم يومئذ دبره إلا يُعْرِكَ كمالين ده الدبادة وشيدي إلا اللي متحرباً لقتالي ومتحيزاً إلى فئة مدى قالوا حيانا دي سلام وكوحك لكم بيري موينا فقد باء بغضب من الله على إلا عقس كاتب والله نقضي حردي سنة وشهنم بركة أو متحيز أو إلا متحرباً لقتالي مدو حيانا دي سلام سيو مركة دي منتو ماشر وقبو حمرك إنك بقيت كودا وقصوا بحان وقصوا رقال علي موينا أما ميال علي لي أبو قبو حياة وترسو ماشر علي لي أبو هرساقو أو متعرفا أما مركا أو متعيزا مذو ويعان أود ما يوتي إلى فئة كوح كلمه يعني لبدا سنبا لو قل يا عينو دبدا تشيدي يمد حيالا ذا يسر إيا يمد هلان كبح يو إن كوح كلي مركا كبير يمو يعني وحيال دميالكي ووين آية كبير ذنوبكاها تدوذاها يا النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب سبع الموبقات تدوذ ذنبية وحلاكة الإرادة وتولي يوم الزحف وعلواتك يستشهد ما لنت على يسكو صوصيقي قال ذي إسلام في مركة يقرد يسترين أولا تشيستو وحيكم انت مركة الذنبية ووين وحلاكة ورطا يبدو تلمام يسمرك عمرها ديانو شيسي أنو حيال ذي سنين ما كوح كلا أنو كبيرين إنو إلهي على ذي سنة نقضي ما ويهي سيئة دي حردي سنة إن أي جهنم نقضي سوء درسك وهل كاينو والله عم